من جانبه أكد معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال المؤتمر الصحفي أن إدارة جلالة الملك المعظم لأعمال القمة العربية أسهمت في نجاح أعمالها. وأشار أبو الغيط إلى المشاركة الفاعلة من قبل الدول العربية في أعمال القمة والاجتماعات التحضيرية. القضية الفلسطينية كانت هي المحور والأساس، إلى الحد أنه صدر لها بيان خاص من القادة مثلما قرأه الوزير عبد اللطيف. وفي الإعلان يلاحظ من يقرأ هذا الإعلان، إعلان البحرين، أن الإعلان يتكون من عدد كبير من المواقف، نصف مساحة الإعلان خصصت للقضية الفلسطينية، فهذا في حد ذاته يكشف الإحساس القادة والحكومات بالحاجة للتركيز على هذه القضية. لم أشهد في أي اجتماع هذا العدد من وزراء الخارجية العرب الذين يشاركون في هذه القمة. أول أمس كان هناك 21 وزير خارجية أو وزير دولة عربي من أصل 22. هذا انعكس شيء أو عبر عن شيء، فهو الاحترام الشديد لدول وحكومات الأمة العربية لشقيقتهم مملكة البحرين وللملك حمد بن عيسى شخصياً الذي أدار هذا الأمر بحكمة وهدوء، أدى إلى أن القمة انعقدت وأقرت وبسلاسة شديدة.